صباح الخير أصدقائي من قناة ميرو، بحييكم. النهاردة أصدقائي في قناة ميرو بنقدم ورقة اللحمة المشوية بالكرفس، حاجة كده تحفة في الفرن، مش تاخد أكتر من نص ساعة، وبتوابل وإضافات. وصفة أنا عملتها من حوالي سنة ونص، بس كانت في الكيس الحراري. النهاردة هنعمل ورقة اللحمة. ورقة اللحمة النهاردة أصدقائي هتكون بإضافة مهمة جدا، اللي هي هنضيف لها الكرفس. طبعا الكرفس له أهمية كبيرة وفوائد عالية جدا، هنشوفها في الفيديو القادم. في الصنف ده بنجيب لحمة، أي نوع لحمة تحبوه. في لحمة اللي هي مكعبات ممكن تستخدموها ستيك كده. طبعا يستحسن اصدقائي ان يكون فيها قطع من الدهن زي ما انتم شايفين كده، انا مش هشيلهم عشان تدي برضو دسامة للصنف. عندنا معلقتين صلصة، كمية خضار زي ما انتم شايفينها، فاصوليا وبسلة وجزر وكوسة مخرطة، كوستين، 2 بطاطس مخرط برضو او مقطع مكعبات، بصلة كبيرة مقطعة مكعبات وشرايح، عندي فلفل اخضر ممكن تحطوا اللي انتوا عايزينه، فلفل الوان، فلفل سبايسي، فلفل اخضر، اصفر، طماطم كمان. والكرفس هروح اغسله واقطعه على الخضار. خطوة بخطوة هنشوف الصنف، المكونات والطريقة. طبعا عندنا توم، 6 فصوص او 7 فصوص توم، ممكن تحطوه صحيح وممكن تقطعوه، ممكن تفرموه زي ما انتوا تحبوا، انا هحطه صحيح. انا اقطع الكرفس زي ما انتوا شايفين كده، الورق ريحته حلوة جدا، مميز يعني، ريحة مميزة. هنقطعه بقى كده، هنحط 2 معلقة زيت مع زبدة او زيت مع سمنة، اي مادة دهنية 2 معلقة. في البداية خالص اصدقائي هنحط المادة الدهنية، انا حاطة طبعا زبدة مع زيت اهو زي ما انتم شايفين كده، وهنسخنهم على نار متوسطة. حطينا المادة الدهنية زي ما قلت لكم، لغاية ما تبتدي تسخن هنحط اللحمة. اللحمة انا بغسلها الحقيقة، يعني في ناس ما بتغسلهاش لكن انا لازم اغسل اللحمة. هنحط اللحمة، عايزاها تاخد صدمة. لازم تكون على نار عالية في الاول، هنقلبها اصدقائي على الوش التاني لغاية انا عايزاها تحمر، عايزاها تاخد الاحمرار اهو. نقلب دي كمان اهي، هنقلب الجهة التانية برضو، كل شوية هنقلب لغاية ما تاخد الاحمرار، لسه ما ادتش اللون اللي انا عايزاه. هنبتدي نقلب تاني، انا عايزة لون احمر يكون محمر اهي زي ما انتم شايفين كده، يعني نقفل عليها ونحطها في طبق اهو زي ما انتم شايفين كده اهو كده. والثوم هحط على البصل شوية فلفل كده، هنحط البصل اصدقائي والثوم في السمنة في الصوص بتاع اللحمة. هنحط على اللحمة شوية فلفل كده أصدقائي كده أصدقائي، حطيت فلفل على اللحمة على الوشين، البصل بدبله مع التوم لغاية ما التوم ياخد ريحة، نحط ورق رورة وبعدين نقلب كده، وهنحط بقى التوابل اللي احنا عايزينها. هنحط التوابل ملح وفلفل وبابريكا وماجي اهو. هنحط اصدقائي الطماطم،
هنحط الصلصة، معلقتين الصلصة بتدي لون وطعم، تبقى جميلة جدا. هنحط أصدقائي البطاطس والكوسة، هنحط كل الخضار بقى، البسلة والجزر، وفي الآخر خالص الفلفل، ونقلب زي ما انتم شايفين كده. جبت البايركس او الصينيه اللي انا هدخلها الفرن، وهجيب فويل هعمل له قاعده كده اهو، طالع منه الجزء من ورق الفويل علشان هطبقه. مش ده يكفي، بس انا هحط كمان، هو اللي انا قطعته بالعرض كده، ده هيبقى بالطول كده اهو اهو، طبقتين من الفويل زي ما انتم شايفين كده اهو، ما تكونش مفتوحة من النص، لازم تكون مقفولة. ونعمل قعدتنا كده، قعدة حلوة جدا. بعد كده أصدقائي جبت ورق زبدة عشان أنا مش عايزة الفويل يلمس الأكل، فهحط كده ورق زبدة كده اهو في القاع. هحط الخضار كده، نحط الكرفس، وده البطل بتاعنا النهاردة، هنحط بقى الكرفس كده اهو، بيدي بقى طعم ونكهة فظيعة جدا. هتبل اللحمة، انا حطيت فيها فلفل، هحط فيها ملح قبل ما احطها في الصينية. هنحط اللحمة اهو كده بعد ما تبلناها. كل الصوص اللي موجود ده هنحطه على الصينية، مش هنسيب اي حاجة لان ده طعمه حلو جدا. نجيب زبدة وندهن على اللحمة والخضار. سيحنا شوية زبدة كده او جبنا زبدة، و هندهن اللحمة زي ما انتم شايفين كده، وهندهن برضو الخضار اهو. هنحط برضو ورق زبدة كده عشان انا مش عايزة الفويل يجي ناحية الاكل، يعني ما يلتصقش بالاكل اهو اهو كده. وادي اهو زي ما انتم شايفين كده، قفلت على الصينية، وبالفويل بقى كده هنقفل برضو على الصينية من كل الجهات. قفلت الصينية كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، وهدخلها الفرن على 180 في الرف الوسطاني نص ساعة ونطلعها. اذا كانت عايزة وشها يتحمر هنفتح عليها دقيقتين شواية، على الشواية كده تاخد وش جميل، ونطلعها ونوريها لكم. خرجنا الصينية زي ما انتم شايفين كده، هنفتح عليها ونشوف اذا كانت محتاجة شوي من الوش ولا مش محتاجة. نبتدي نفتح، سخنة جدا طبعا. الله، حلوة جدا. عايزة اعرف هل استوت اللحمة ولا لا. طبعا استوت اهي زي ما انتم شايفين. بعد كده اصدقائي شفنا وتأكدنا ان اللحمة استوت، هندخلها تحت الشواية في الفرن تحت الشواية، تاخد وش حلو لكل الخضار مع اللحمة، بس ما تتحرقش طبعا.
وكده أصدقائي شوينا اللحمة والخضار، طبعا ريحة تحفة، الكرفس طبعا مع الخضار عامل ريحة حلوة قوي. تحياتي وشكرا وإلى اللقاء. طبعا هي سخنة جدا، مش هنقدر نطلع اللحمة دلوقتي، لكن هي استوت اوريدي خلاص. وأشكركم وتحياتي من قناة ميرو للمعلومات والطبخ. اللي مشافش القناة قبل كده لايك شير سبسكرايب.